بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الثاني يعني الثاني من التنبيهات ذكر المصنف اللي هو الإمام النووي تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال. هذه المسألة اللي هي إيه؟ أصح الأسانيد. وبقي أقوال أخر دي ايه؟ تنون اخر ايش؟ ممنوع من الصرف ليه؟ على وزن الفعل؟ لا، وزن الفعل اللي هو احمد يعمر، يعني ممكن تقول أحمد الله، فيبقى أحمد هنا إيه على وزن الإيه الفعل، لكن أخر ممنوع من الصرف. ليه؟ حد عارف؟ معدول. معدول عن إيه بقى؟ أي وزن فعل معدول عن إيه؟ معدول عن فاعل، يعني ما هنا معدول عن آخر، عمر معدول عن عامر، خد بالك. فأي حاجة إيه على وزن فعل تبقى ممنوعة من الصرف. ليه؟ للعلمية والعدل. معدول عن إيه؟ عن وزن فاعل. فقال حجاج بن الشاعر، هيذكر بقى الأقوال الأخر دي. أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب، يعني عن شيوخه، شيوخه بقى كتير، أبو هريرة وغيره. هذه عبارة شيخ الإسلام في نكته اللي هو ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعبارة الحاكم قال حجاج: اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة، كلهم أئمة، فتذاكروا أجود الأسانيد. فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة. ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما. طبعا ورد قبل كده أقوال ابن معين والإمام أحمد في أصح الأسانيد، ورد عنهم أكثر من قول، مش قول واحد بس. وقال ابن معين: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: ليس إسناد أثبت من هذا، أسنده الخطيب في الكفاية. قال شيخ الإسلام ابن حجر: فعلى هذا لابن معين قولان. قولان اللي هم إيه بقى؟ القول ده اللي هو ذكره، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، والقول الثاني حد فاكره؟ اللي هو الأعمش عن علقمة عن عن ابن مسعود. الأعمش عن علقمة عن ابن مسعود، ده القول الثاني لابن معين. وقال سليمان بن داود الشاذكوني: أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن خلف بن هشام البزار، ولا البزاز، ها عندكم
بزار. نعم هي البزار. قال سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت؟ قال أيوب عن نافع عن ابن عمر. فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيا لك، يعني إذا كان من رواية حماد يعني الراوي عن أيوب حماد بن سلمة حماد بن زيد، يبقى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ده يبقى يعني أجود إيه إسناد. قال ابن حجر فلأحمد قولان، يبقى إيه قول ده اللي هو حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والقول الثاني الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر. يبقى كده إيه كل إمام بيبقى ساعات ليه أكثر من قول واحد في مسألة أصح الأسانيد، مش قول واحد فقط. وده بقى زي ما ذكرنا قبل كده إنه بيبقى حسب الاجتهاد، هو اجتهد فقال قول معين وبعد كده ترجح ليه قول آخر، وممكن يعني ما يبقاش ان يعني هو رجع عن قوله الاولاني، لا ده الاسناد هذا اسناد اضافي للاسناد الذي ذكره قبل ذلك، فمش معنى كده ان الاسناد اللي قاله الاول هو رجع عنه، لا هو يقصد ان ده وده برضه هذا وذاك. وروى الحاكم في مستدركه عن اسحاق بن راهويه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده، يعني عند إسحاق. يبقى كأن كده نستنتج من هذا إن إسحاق بن راهوية عنده إسنادين هما من أصح الأسانيد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن بشرط إذا كان الراوي عن عمرو ثقة. والإسناد التالي اللي هو أيوب عن نافع عن ابن عمر. جد أبيه، جد أبيه اللي هو شعيب، وجده ده هيبقى مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو. وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا، شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري. يبقى ده مذهب وكيع بن الجراح. وقال ابن المبارك والعجلي أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وده يشبه إيه يعني الإسناد بتاع اللي قاله الإمام ابن معين، القول الثاني لابن معين. وكذلك رجحها النسائي، وقال النسائي أقوى الأسانيد التي تروى، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. يبقى النسائي لي برضو أكثر من قول، فذكر منها اللي هو الإسناد اللي بإيه في آخره سيدنا عمر، إسناد سيدنا عمر، فيبقى عند الإمام النسائي أقوى إسناد عن عمر هو الزهري عن عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. وحيأتي بعد كده قول آخر لابن حزم، ابن حزم له
في أصح الأسانيد عن عمر وسيأتي. ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. يبقى كل واحد له إيه وجهة نظر في أصح الأسانيد. وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله بن عمر، عبيد الله يعني ابن عمر يعني، عن نافع على رواية مالك عن نافع. ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. الثالث، أي الفائدة الثالثة، قال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص. يبقى ما نسيبش الأمر على إطلاقه، يبقى نقيده بإيه؟ بصحابي، ببلد معين، بطائفة معينة، زي ما ذكرنا في الإيه؟ في اللقاء السابق. يعني نقول أصح الأسانيد عن عمر كذا، أصح أسانيد أبي بكر الصديق كذا، أصح أسانيد سيدنا علي كذا، عبد الله بن مسعود كذا. أما نقول ده أصح الأسانيد على الإطلاق، لا، يبقى لازم نقيده يا إما بصحابي أو بلد معين أو بلد مخصوص، بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا، ولا يعمم، يعني ما يطلقش الأمر إيه كده على إطلاقه. قال: فأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه اللي هو إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وده إيه قول الإمام أحمد؟ ده هذا قول الإمام أحمد. وقال ابن حزم، أو القول بتاع ابن حزم اللي احنا قلنا عليه هو جايه، ابن حزم قال الكلام ده فين؟ في المحلى. أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عنه. طبعا الرواية اللي في المحلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، في ايه الرواية التي ذكرها ابن حزم في المحلى، بيقول ايه: شهدت عمر بن الخطاب، اللي بيقول كده السائب بن يزيد، بيقول شهدت عمر بن الخطاب صلى جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب، وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان مسكرا جلدته. قال: فشهدته بعد ذلك يجلده. فابن حزم بعد ما ساق هذا الأثر بهذا الإسناد قال: وهو أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر، اللي هو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله عنه. قال الحاكم: وأصح أسانيد أهل البيت جعفر ابن محمد. يعني بقى نقول إيه؟ إن ده برضو يدخل في التقييد، إن إحنا نقيد إما بصحابي أو ببلد أو بطائفة معينة، مثلا أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. وأصح أسانيد أهل البيت جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. هذه عبارة الحاكم، ووافقه من نقلها، يعني بعض الأئمة وافقوه على هذا، وفيها نظر. السيوطي بقى عايز يقول ايه؟
إن الموضوع ده فيه نظر، فيه كلام. إيه هو؟ فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر، يعني جعفر عن جده، فجده علي اللي هو علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب، يبقى كده السند ده فيه إيه؟ انقطاع. أو إلى محمد، يعني إذا كان جده دي ترجع إلى محمد اللي هو أبو جعفر، فهو لم يسمع من الحسين، يبقى كده السند على أي حال من الأحوال فيه انقطاع. وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان ابن داود أنه قال في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي: هذا الإسناد مثل الزهري عن سالم عن أبيه. يبقى سليمان بن داود يرى أن هذا الإسناد أيضا يعد من أصح الأسانيد. ليه؟ عشان هو كده بيشبهه بهذا الإسناد اللي هو الزهري عن سالم عن أبيه. ثم قال الحاكم: أصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، يعني عن أبي هريرة. وروى قبل، روى اللي هو مين؟ الحاكم. عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج عنه، أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. يبقى كده في إسنادين لأبي هريرة، واحد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وواحد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وحكى غيره عن ابن المديني بإسناد ثالث أهو من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. يبقى الحاكم هنا ذكر ثلاثة أسانيد تعد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا رأيت أيا منهم حكمت على هذا الإسناد بالصحة. قال: وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه. طبعا احنا قلنا قبل كده لو برضو هي الشافعية عن مالك، أو أحمد عن الشافعية عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى برضو يعد من أجود الأسانيد. ليه؟ لأن الشافعي أجل من روى عن مالك، وأحمد أجل من روى عن الشافعي. وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها. قال ابن معين: هذه ترجمة شبكة الذهب، يعني ترجمة كلها أئمة وكلها كلهم ثقات، بل هم فوق الثقة. عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. طبعا في نسخ الحافظ السيوطي ما إيه كذا إيه نسخة، مرة إيه شبكة الذهب، ومرة إيه مشتبكة بالذهب، ومرة مشبكة بالذهب، كما ذكر الشيخ في الحاشية. يبقى معنى كده إن الشيخ عبد الوهاب محقق الكتاب، وده من مشايخ مشايخنا، كان عنده إيه نسخ لهذا الكتاب تدريب الراوي، عنده نسخ لهذا الكتاب. عايزكم بس ايه تفتكروا العبارة دي دلوقتي وهنحتاجها بعدين، ماشي؟ قال: ومن أصح الأسانيد أيضا، الحاكم برضو هو اللي بيقول،
الزهري عن عروة بن الزبير عنها اللي هي مين؟ السيدة عائشة. وقد تقدم عن الدارمي هنا مش هو الإمام الدارمي صاحب السنن، لا، ده الإمام أحمد بن سعيد الدارمي اللي ورد ذكره قبل كده في من حوالي 10 صفحات كده، الإمام أحمد بن سعيد الدارمي وليس الإمام الدارمي صاحب الإيه السنن. ورد عن الدارمي قول آخر: وأصح أسانيد ابن عمر. طبعا القول الآخر ده اللي هو إيه، هتلاقيه في صفحة 76 طبعة تراث. وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وأصح أسانيد أنس بن أنس مالك عن الزهري عنه اللي هو أنس يعني. طبعا الحافظ ابن حجر بيعترض على هذا، إنه إيه أصح أسانيد أنس اللي هو مالك عن الزهري عن أنس دول، لا، فإن قتادة وثابتا البناني أعرف بحديث أنس عن الزهري أعرف بحديث أنس عن الزهري. يبقى قتادة وثابت البناني أثبت في أنس من الزهري، وأعرف بحديث أنس من الزهري، ولهما من الرواة جماعة، لهما قتادة وثابت، فأثبت أصحاب ثابت حماد بن زيد وقيل حماد بن سلم، وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي. وقال البزار: طبعا القول البزار ده هتلاقيه ايه في مسند البزار، اذا بحثت عنه هتلاقيه في المسند، مسند البزار. رواية علي بن الحسين ابن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص اصح اسناد يروى عن سعد. طبعا البزار روى بهذا الإسناد اللي هو علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص حديثا واحدا في المسند، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. رواه البزار بهذا الإسناد، وقال وهو أصح إسناد يروى عن سعد. طبعا احنا شايفين برضو ايه الحافظ السيوطي عمال ايه يتنقل بين الكتب، مرة يجيب كلام من مسند البزار ومرة يجيب كلام من المحلة، وهتلاقيه بعد كده بيجيب كلام من كلام ابن تيمية في الفتاوى، وعمال ينتقي من كلام هؤلاء الأئمة يعني ما يخدم مراده أو ما يريد أن يتحدث عنه في هذا الكتاب أو في هذه المسألة. ودي برضو يعني من تمكنه وسعة اطلاعه رحمه الله تعالى، إنه يأتي بأقوال للأئمة وهي ليست في مظانها، بل أتى بها لشدة وسعة اطلاعه رضي الله عنه. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم إن هو إذا قرأ في أي كتاب إن هو بس ما يبقاش يتوقف على الموضوع اللي هو بيقراه، يبقى ما يبقاش مركز على الموضوع اللي هو بيقراه بس،
لا يبقى يخلي باله ان ممكن كلمة او عبارة يحتاجها في مكان اخر. يعني هو الامام السيوطي لما بيقرأ مسند البزار فاستوقفته هذه العبارة اللي هو بيقول فيها ايه، ان هذا اصح اسناد يروى عن سعد، فالعبارة دي ما مرتش عليه كده مرور الكرام، لا هو راح ايه واخدها وشايلها في مكان كده، سواء كتبها او شالها في مكان في الذاكرة عنده الى ان ايه اتى وقت احتياجها. فبرضو انت تخليك ايه واعي كده وانت بتقرأ، اي كلمة تلاقيها تحاول ان انت ايه تستفيد بيها ولو في غير موضع، هيأتي لها موضعها بعد كده، واخدين بالكم؟ فده ايه من الاشياء المهمة التي يجب على طالب العلم ان يتنبه لها. وقال احمد بن صالح المصري: اثبت اسانيد اهل المدينة اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن ابي هريرة. طبعا الكلام ده موجود عند ابن شاهين في كتابه الثقات، ولكن النص عنده من أثبت أسانيد أهل المدينة، يعني في من في الأول، النص عند ابن شاهين كده، وما فيش في الآخر عن أبي هريرة، يبقى إيه النص عند ابن شاهين من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان. فلعل تكون هناك نسخة أخرى كان فيها عن أبي هريرة، أو إن الحافظ السيوطي رحمه الله استنبطها من الحديث الذي إيه روي عند مسلم والنسائي وابن ماجه، إن هذه الترجمة اللي هي إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان لم ترد في الكتب الستة إلا في حديث واحد اللي هو عند مسلم والنسائي وابن ماجه، قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فوردت هذه الرواية في هذه الكتب الثلاثة من طريق مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة. فلعل أو الحافظ السيوطي يعني إيه كمل أبو هريرة من هذه الرواية. قال الحاكم: وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. طبعا حتى سيدنا عقبة جاء إلى مصر وهو مدفون بجوار الإمام الشافعي رضي الله عنه على مقربة منه يعني، فهؤلاء كلهم مصريون. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه اللي هو إيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان ابن عطية، حسان ابن عطية ده اللي هو أبو بكر الشامي، عن الصحابة. كلمة عن الصحابة دي بقى فيها ايه برضو نظر، ليه؟ لأن حسان ابن عطية لم يروي أو لم ترد له رواية عن الصحابة إلا عن اثنين فقط،
أول واحد أبو أمامة، سيدنا أبو أمامة، أبو أمامة رضي الله عنه، في حديث عند الترمذي. وهذا الحديث اللي هو عند الترمذي من رواية حسان بن عطية عن أبي أمامة، جه الحافظ المزي بعد ما ذكر هذه الترجمة قال: ولم يسمع حسان من أبي أمامة. أدي أول واحدة، أدي أول إيه؟ رواية أو أول صحابي. الصحابي الثاني الذي له لحسان بن عطية رواية عن صحابي اللي هو عن بسه ابن أبي سفيان. فأبو نعيم، حافظ أبو نعيم الأصبهاني، قال: ولا تصح له صحبة. اللي هو مين؟ عنبسة أصلا، يعني عنبسة مختلف في صحبته. فأبو نعيم رجح أنه لا تصح له إيه صحبة، واتفق على أن حسان، أو يعني أكثر روايات حسان إن لم يكن كلها، إنما هي عن التابعين وليس عن الصحابة. يبقى إيه؟ حسان بن عطية بيروي أكثر ما يروي عن التابعين، ولم يرد ذكر روايته عن صحابيين إلا عن اثنين، واحد اتفقوا على إنه إيه من الصحابي، والتاني قال إيه الحافظ المزي قال لم يسمع حسان من أبي أمام، من أبي أمام. والحافظ السيوطي هينقل بعد كده إن أكثر حديث الشاميين مراسيل ومقاطيع، يعني أكثر أسانيد الشاميين هتلاقيها فيها إيه إرسال وانقطاع. قال شيخ الإسلام ابن حجر: ورجح بعض أئمتهم اللي هم مين؟ الشاميين، أئمة الشاميين، رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. يبقى دي إيه؟ أرجح رواية للشاميين، أو أصح إسناد للشاميين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه هو الإمام أحمد: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. يبقى ده إيه؟ هذا يعد أيضا من أصح أسانيد أهل الكوفة، من أصح أسانيد أهل الكوفة. الكوفة دي كانت فين؟ في العراق. طيب برضو دي خلوها في ذهنكم دلوقتي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا. الحجاز بيراد بيه ايه؟ المكيين او المكيين والمدنيين، هذا حديث ايه؟ اهل الحجاز. فجماعة من الأئمة كانوا لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا، يعني حديث أهل مكة والمدينة ده أصح حديث. حتى قال مالك: إذا خرج الحديث عن الحجاز، أي عن مكة والمدينة، انقطع نخاعه. طبعا هذا القول ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قول الإمام مالك هذا عند ابن عبد البر في التمهيد. وعبارة انقطع نخاعه دي ايه؟ بيستعملها كثير من الأئمة والعلماء،
للدلالة على ضعف الشيء اللي بيتكلموا عنه. يقول لك انقطع نخاعه، ضعف نخاعه، ذهب نخاعه، كلها عبارات بيستخدموها للدلالة على ضعف الشيء اللي هما بيتكلموا عنه. فيعني كده إن الإمام سيدنا الإمام مالك بيقول إيه؟ إذا خرج الحديث عن الحجاز، يعني حديث أي حديث بقى ليس من حديث المكيين أو المدنيين، سواء بقى كان عراقي شامي أي حاجة، يبقى إيه؟ يبقى فيه ضعف. وقال الشافعي: إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب نخاعه، وفي رواية ضعف نخاعه. الكلام ده طبعا أورده الخطيب في الجامع والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء والحافظ العكبري في فوائد أبي الزبير البكري أبي بكر الزبيري، كلام إيه؟ سيدنا الإمام الشافعي يعني. وحكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام، وعنه اللي هو عن سيدنا الإمام الشافعي يعني أيضا: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك. طبعا إيه الكلام ده؟ سيدنا الإمام الشافعي قاله أيام ما كان فين؟ في العراق. والحافظ الذهبي قال إن الإمام الشافعي رضي الله عنه رجع عن هذا القول، وقال بعد ذلك: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا أبالي إذا كان شاميا أو عراقيا أو غير ذلك. فالإمام الشافعي رجع عن قوله بعد ذلك، وهذا طبعا إيه؟ لا يعيب الإمام الشافعي، فإيه كان هذا اجتهاد وتغير اجتهاده، فرجع إلى ما رآه صوابا. ولعله كان متأثرا بقول شيخه الإمام مالك رضي الله عنه لما أورد هذا الكلام، فكان الإمام الشافعي بقى لسه صغير فتأثر بكلام شيخه، ثم بعد ذلك إيه يعني رأى أن الحق أحق أن يتبع، وأنه إذا ورد الحديث بطريق صحيح سواء كان هذا الطريق حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو غير ذلك فنأخذ به، وجب علينا الأخذ به. وقال مسعر: قلت لحبيب بن أبي ثابت: أيما أعلم بالسنة، أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال: بل أهل الحجاز. وده طبعا قول مسعر هذا، وقول حبيب بن أبي ثابت موجود في التاريخ الأوسط للبخاري. وقال الزهري: إذا سمعت بالحديث العراقي فإيه؟ عندكم إيه؟ فأورد به. عندك إيه؟ فأورد فأرود به. فأورد يعني الراء مقدمة على الدال، وانت عندك ايه؟ الواو مقدمة على الواو مقدمة. طيب دي نسخة ايه اللي عندك؟ دار الحديث اللي هي فأورد
دار الحديث. طيب عايزين بقى نقف عند الحتة دي شوية. هو الصواب فأرود به بتقديم الراء على الواو. ليه بقى؟ طبعا هو هذه الرواية عن الزهري أوردها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، ذكر قول الزهري وقال إيه فأورد به، فأورد به. ثم ذكر بعد هذا بعد ذلك القول قول البيهقي قول البيهقي، نعم قول البيهقي. والبيهقي قال إيه فأرود به ثم أرود به، وقال وهو الصواب. أرود به ده قول البيهقي، وقال وهو إيه الصواب. طبعا النسخ اللي موجودة بتاعة تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر فيها إيه اللفظين زي بعض، فأورد به للزهري وبعدين قول البيهقي فأورد به برضه، وبعدين بيقول وهو الصواب. طب وهو الصواب ازاي اذا كان هما الاثنين زي بعض؟ يبقى لازم في ايه كلمة مختلفة عن كلمة. والزهري بيقول فأورد به والبيهقي بيقول فأورد به، وبعدين بيقول وهو الصواب على قول البيهقي، يبقى ازاي وهو الصواب؟ طب ما هو الاثنين مثل بعض متشابهين. لما جه الإمام ابن منظور اللي هو صاحب لسان العرب وده من أئمة اللغة، اختصر كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، اختصر. فلما جه عند العبارة دي وجه قول البيهقي فقال إيه ثم أرود به أو فأرود به ثم أرود به وهو الصواب، يبقى ابن منظور شاف إيه إن هذه العبارة مختلفة عن العبارة دي، دي أول حاجة. وبعدين هو إمام من أئمة اللغة، الله أكبر. فلو شايف ان فأرود دي ملهاش معنى، ابن منظور ده من أئمة اللغة ما كانش جابها، او كان جابها وعلق عليها قال وليس لها معنى مثلا، لا ده هو جابها وقال ايه وهو الصواب زي ما قال ابن عساكر. يبقى دي دليل على انها ايه فأرود مش فأورد. وبعض طبعا الناس قال لك لا اصله ايه فأرود ولا فأورد، لا ده هي فردد يعني رده يعني. طبعا هو المعنى صحيح بس هي اللفظة مش كده. يبقى ده اول دليل على انها ايه فأرود به، ان ابن منظور جابها في مختصر تاريخ ابن عساكر. تاني حاجة ان اسمه ايه ده سيبويه بيقول، يعني ابن سيده بيحكي عن سيبويه ان رويدا، كلمه رويدا بدل من ارود، يعني استعملها العرب بدلا من ارود. ورويدا يعني تمهل او مهلا. فجه بعد كده ابن كيسان وقال ان رويدا دي من الفاظ الاضداد،
فتأتي بمعنى اتركه ودعه، وتأتي بمعنى ارفق به وتبهل به وامسك به. والمعنى اللي ايه يناسب السياق هنا، المعنى الاولاني اللي هو يدعه واتركه، فهنا يبقى ايه سيبويه بيقول ان رويدا بدلا من ارود، يبقى ارود دي موجودة في اللغة وهي مستعملة بدلا ايه او ايه رويدا مستعملة بدلا من ارود. يعني اذا جاءك الحديث من العراقي فتمهل او دعه او لا تستعجل في الاخذ به، يبقى دي ايه يعني كلمة أرود به دي ليها معنى في اللغة. وادي بقى كده دليل تاني ان المعنى هنا ايه او اللفظ هنا ايه أرود. تالت حاجة ان الحافظ ابن سعد في الطبقات ذكر برضو قولا عن الزهري، الزهري اللي هو قايل نفس العبارة. بيقول ايه بقى الزهري في طبقات ابن سعد؟ نخرج الحديث شبرا فيرجع الينا ذراعا، يعني نخرجه لاهل العراق شبرا فيرجع الينا ذراعا، يعني بيزودوا فيه يعني بمزاجهم يعني من العراق. إذا وغل في الحديث هناك فرويدا به، يعني إذا دخل الحديث هناك في العراق يعني فرويدا به، أي تمهل في أخذه. وإحنا قلنا سيبويه بيقول إيه رويدا دي بديلا عن إيه عن أرود، يبقى دي دليل ثالث إن إيه إنها إيه أرود. دليل آخر إن وده اللي أنا قلت لكم خلي بالكم منه في الأول، الشيخ عبد الوهاب كان معاه نسخ لما قال إيه مشتبكة بالذهب وفي نسخة مشبكة بالذهب وفي نسخة مش عارف شبكة بالذهب، يعني كان عنده نسخ. فإذا الشيخ عبد الوهاب رجح هذه الرواية فأورد به فأرود به، وإلا كان ذكر ان في نسخ بتقول غير هذا الكلام، لكن هو ما ذكرش سابها زي ما هي. يبقى ده يدلك على ان ايه هي اللفظة دي صحيحة، ما تفتكرش انها ايه غلط او تصحيف او الناس اللي بيكتب نسي بدل ما يقول فأورد الف أرود، لا هي فأرود صح كده. وقال طاووس إذا حدثك العراقي 100 حديث فاطرح 99، يعني إيه اترك 99 منهم، ده يعني إيه مبالغة في ترك حديث أهل العراق. طب وإحنا قلنا طبعا في فوق كده شوية الإمام أحمد بيقول إيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي، يبقى ده يعتبر برضو من أصح الأسانيد أهو، وده إسناد عراقي، إسناد عراقي. يبقى الكلام هنا يحمل على المبالغة، يعني إيه حديث العراق الأهل العراق لا يطرح بالجملة ولا يطرح كله، ولكن ينبغي النظر والتأني فيه. وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي 1000 حديث فألقي 990 وكن من الباقي في شك، برضو نفس الكلام. وقال الزهري إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا، دغلا يعني إيه فسادا.
وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب. طبعا في بعض النسخ بتقول إيه؟ حديث أهل الحرمين. حرمين يعني إيه؟ مكة والمدينة. وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة. ده يؤيد إيه؟ ما في النسخ. طبعا برضو إيه، سفيان بن عيينة وهو من الأئمة الكبار برضو ذكر نحوا من هذا، فقال: من أراد الإسناد والحديث فعليه بأهل المدينة، ومن أراد المناسك والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة، ومن أراد السير فعليه بأهل الشام، ومن أراد شيئا لا يعرف حقه من باطله فعليه بأهل العراق. يعني اللي عايز حاجة ما تعرفش الحق من الباطل فين، يبقى خليك مع بتوع إيه؟ أهل حديث أهل العراق. وروي نحو ذلك عن عائشة أيضا، قالت: نخرج، بتخاطب العراقيين، نخرج كنا نخرج للشاميين الحديث فيرجع إلينا بما نعرف، ونخرج إليكم الحديث فيرجع إلينا بما نعرف وبما لا نعرف. ده قول السيدة عائشة رضي الله عنها للعراقيين. وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل مكة، أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. وهذا لإيه؟ لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كانوا أكثر التصاقا به من غيرهم، خاصة أهل المدينة. وبعد ما فتحت مكة كان المكيون كذلك، فأهل مكة وأهل المدينة هم أكثر الناس معرفة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. حتى عد الإمام مالك من أصول مذهبه في الترجيح عمل أهل المدينة. ليه؟ لأن هم اللي قعدوا فترة، آخر فترة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ال10 سنين الأخيرة من حياته عاشها في المدينة، وكان أهل المدينة أكثر معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله من غيره. وطبعا ده برضو عشان يعني كان السفر في هذه الأزمنة غير متيسر، إن واحد يسافر مثلا، واحد من الشام أو من العراق يسافر لأهل مكة أو أهل المدينة عشان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع الصحابة الذين مكثوا بالمدينة أو التابعين الذين مكثوا بالمدينة، يعني كان برضو الأمر متعسر بعض الشيء، بخلاف واحد قاعد في المكان، واحد في قاعد في المدينة، فده إيه، مش هيبقى فيه إيه، عسر ومشقة. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة، إلا أنها قليلة، يعني قليلة بالنسبة إلى غيرها، يعني هي مش قليلة على الإطلاق، لا، لما تيجي توازنها وتقارنها بأسانيد المكيين والمدنيين والشاميين والبصريين وهكذا تجدها إيه، أقل. ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا، يعني بتلاقي إيه في آخر الإسناد لازم برضو يبقى إيه، حد من أهل مكة أو من أهل المدينة. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم،
أهل البصرة دول ما هم إيه؟ عراقيين برضو. يبقى برضو الكلام اللي هو اتقال في الأول إن أحاديث أهل العراق اطرحها وانقطع نخاعه والكلام ده برضو إيه ليس على إطلاقه هكذا. والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل، كثيرة الفساد يعني، قليلة السلامة من العلل، ولا مع العلل؟ ها؟ من العلل، بس في نسخة هنا اللي معايا مع، خليها من. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع. ده الكلام اللي إيه اللي إحنا ذكرناه لما اتكلمنا عن إسناد الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. فهناك انقطاع بين حسان بن عطية والصحابة، ولم يروي عن أحد من الصحابة، أو روايته عن من روى عنه من الصحابة مقطوعة فيها انقطاع. وما اتصل منه أي من أسانيد الشاميين مما أسنده الثقات فإنه صالح. ده إيه الشرط أهو، إذا كان هناك اتصال، إذا كان هناك اتصال فأي إسنادهم صالح. والغالب عليه أي على إسناد الشاميين ما يتعلق بالمواعظ، يعني ليس فيه كثير مما يتعلق بالأحكام والعقائد ونحو ذلك، بل غالب فيه المواعظ. وقال ابن تيمية، كلام ابن تيمية ده في الفتاوى، فتاوى ابن تيمية الكبرى. اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام. طبعا هو هنا ابن تيمية لم يذكر المكيين، لم يذكر إيه المكي أهل مكة، فكان ينبغي ذكرهم. يبقى مثلا نقول ما رواه أهل المدينة وأهل مكة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام. وعلى خلاف برضه، يعني في بعض الناس بيقدموا أهل الشام على أهل البصر، يعني هذا إيه ليس فيه اتفاق، يعني ما أدري من أين جاء ابن تيمية بهذا الاتفاق. طبعا الشيخ عبد الوهاب بيذكر في الحاشية إن للحافظ العراقي كتابا في الأحكام، هذا الكتاب يذكر فيه ما روي في الأحكام بأسانيد هي أصح الأسانيد. واضح؟ فهذا الكتاب هذا كتاب مهم. اللي هو إيه؟ طرح التثريب بشرح تقريب الأسانيد. الرابع من الفوائد، قال أبو بكر البرديجي. الإمام أبو بكر البرديجي هذا له كتاب اسمه المتصل والمنقطع، المتصل والمنقطع، وهذا الكتاب غير موجود الآن، يعني هو مفقود غير موجود الآن، ولكن كان الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر ينقلان عنه، فكان يتوفر لديهما من المخطوطات ما هو ليس موجود الآن، ومنها هذا الكتاب. قال أبو بكر البرديجي: أجمع أهل النقل على صحة أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه،
اللي هو ابن عمر يعني. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل، يعني رواية مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ما لم يختلفوا، ما لم يختلفوا. مين بقى اللي اختلفوا؟ اللي هم ايه؟ مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل. اتفقوا، يبقى خلاص ده يعتبر من ايه؟ من اصح الاسانيد. طب جه واحد فيهم او اتنين منهم اختلفوا وروا رواية مخالفة لما رواه الباقون، يبقى نعمل ايه؟ قال لك فإذا اختلفوا توقف فيه، يعني نتوقف فيه حتى يتبين لنا الراجح منهما بالبحث والاستقراء والدراسة. قال شيخ الإسلام: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم. هذا الشرط اللي هو إيه؟ عدم الاختلاف. يبقى ما فيش اختلاف في الروايات، في اتفاق. فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون ثمة مانع من اضطراب، اضطراب إن الروايات تساوت في اختلاف، ولكن في تساوي في الاختلاف، مش عارفين نرجح رواية مين عن مين، نرجح رواية هؤلاء ولا روايات هؤلاء، مش عارفين، في اضطراب، فتساوت القوة. أو شذوذ، يعني برضو لابد أن ينتفي الشذوذ من الأسانيد حتى ولو كانت هذه أصح الأسانيد. الشذوذ طبعا ان بيبقى فيه قلة بتنفرد بلفظة او بعبارة او بجملة لم يوردها الاخرون، فيبقى ايه؟ في كثرة شذ عنها قلة، فلابد ان عندما نحكم على اسناد او حديث حتى لو كان هذا الإسناد من أصح الأسانيد لابد أن ينتفي شرط الاضطراب والشذوذ والاختلاف. وده اللي احنا كنا ذكرناه قبل كده لما قلنا ايه؟ ان صحة الإسناد لا تلازم بينها وبين صحة المتن، فممكن يبقى إسناد صحيح بل وأصح الأسانيد ويوجد فيه إيه؟ شذوذ، أو يوجد فيه علة، أو ليس له متابعات وشواهد، فيبقى في هذه الحالة نرجح، ربما نرجح حديث أقل منه في الأصحية عليه بموجب هذه الإيه؟ الأمور المرجحة. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وهنتكلم بعد كده بقى من الفوائد، نخليها المرة القادمة.